السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتواصل حديث مع حضراتكم، وإحنا النهاردة في 30/11/2019، قدامنا 50 طائر عمر 20 يوم. طبعا يعني وضعهم سيء جدا جدا، كانوا محطوطين في صندوق، و وقت طويل جدا أكتر من 15 يوم. لذلك الفراخ تحس ان هي ما كبرتش، او فيها فراخ متقزمه صغيره جدا. ده بسبب ان هم قعدوا في الصندوق وقت طويل جدا، ولما خرجناهم عملنا لهم عشه كبيره. برضو في بعض الفراخ فيها التهابات في عينيها، طبعا بسبب مكان ضيق، راحت لمكان اوسع شويه، بس الفراخ مخنوقه، العين فيها التهابات وعين مقفوله بسبب التدويق عليهم. طبعا بصوا وضع العلف عامل ازاي. العلف محطوط في الاطباق بتاعه المسائي، ومحطره على الارض ازاي. العلف طبعا يلوث، يجيب لهم اسهال، او العلف يصاب باي مشاكل خالص. بصوا الفرخه بتغمض وتفتح عينيها ازاي، وعينيها فيها التهابات. وبصوا المسأة كمان اهيت محطوطة على بلاطة مليانة نشارة او تبن، ومكتومة لانها مايلة على البلاطة فما بتنزلش مية. طبعا يا جماعة الوضع دوت وضع ما يخليش الفراخ تكبر، ما يخليش الفراخ تزيد، يخلي الفراخ تموت، علشان الامور اللي بتكلم على حضراتكم فيها دي. لذلك لو احنا بنحضن في مكان صغير، لابد من ان احنا نوسع للكتاكيت او الفراخ بتاعتنا في المكان بصفه مستمره، علشان الفراخ ما تصابش بالامراض ويحصل لها زي تقزم وما تكبرش. ولما نعمل الخيمه دهيت نعملها ونسيب فتحات للتهويه ونشيلها تدريجي، علشان ما يحصلش للفراخ بتاعتنا التهابات في عينيها. بصوا الفرخ اهو بيفتح ويغمض، بيفتح ويغمض. نفس القصه برضو اللمض، لابد لو احنا حاطين لمبه واحده يبقوا لمبتين كانوا عاليين نقربهم من الفراخ بتاعتنا. فالمسائل دهيت نعليها اكتر من كده، نشوف معلفه عشان نحافظ على نظافه والقيمه الغذائيه بتاعت العلف بتاعنا. يبقى مسائي معالف. الكتاكيت لو الكتاكيت اللي قدامنا دي سقعانه، نزود لمبه ونقرب اللمبه فوقيها. والخيمه اللي فوق دهيت نشيلها. شفت شلت الناحيه ديت دلوقتي، لان المكان البحري هوت مفيش فيه شبابيك، وكمان يعني وضع مش كويس خالص 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 دوت. الفراخ دهيت هنستمر في تقديم العلف البادي ليها لغاية 30 يوم علف بادي 23%، علشان متأخرة جدا جدا جدا. الفرخ ده فيه متوسط 250-300 جرام في 20 يوم، وحش خالص. فلابد ان احنا علف بادي لمدة شهر، هننزل لهم مضاد سموم ومنشط كبد وغسيل كلى، علشان ننشط ونظبط الاعضاء دهية. تابعوني على قناتكم، قناة مهندس صبر غازي، وان شاء الله هنشوف الاخطاء اللي بتحصل في التربية بتاعة الفراخ سواء البيض او البلد. بص الفراخ كلها عمالة تفتح عينيها، وبصوا كمشانة ازاي. بصوا بصوا بصوا. فطبعا دوت يعني خسارة مادية وخسارة للفراخ بتاعتها. بصوا حتى نسبة الكم. بصوا الفراخ واقف كمشان ازاي وعينيه مقفوله ازاي. بصوا. فلابد ان احنا ناخد بالنا من الامور دهيت. تابعوني وشكرا لحضراتكم.